في فقرة خبر الصباح، طبعاً من الأخبار التي تثلج القلب صراحة. أثناء زيارة السفير السعودي في العراق يقول إن مدينة كربلاء المقدسة مميزة وإنها نموذج يحق للعراقيين أن يفتخروا به. الحمد لله والشكر على هذه النعمة الفضيلة التي جعل مدينة كربلاء المقدسة نفتخر بها نحن العراقيين، حيث أكد السفير السعودي في العراق أن مدينة كربلاء المقدسة مميزة وإنها نموذج يحق للعراقيين أن يفتخروا بها، مبيناً أن اتفاقاً أولياً حصل مع الحكومة المحلية لتنفيذ برنامج وزيارات متبادلة تهدف لإيجاد مشاريع مشتركة بين البلدين. وقال السفير السعودي في العراق عبد العزيز بن خالد الشمري في تصريح له أن مدينة كربلاء مميزة من مدخلها إلى أصغر نقطة فيها، وأصبحت نموذجاً يحق للعراقيين أن يفتخروا بها، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق يسعون للوصول إلى التكامل الاقتصادي والسياسي وفي باقي المجالات. وأضاف أنني وخلال زيارتي اليوم لهذه المحافظة فوجئت بما شاهدته من النهضة العمرانية والبنى التحتية الجميلة، وسررت جداً كونها مدينة حضارية ومثالاً للمدن الحديثة المتقدمة. كما التقيت أيضاً بمحافظ كربلاء واتفقنا على تشكيل برنامج وزيارات متبادلة تهدف لإيجاد مشاريع مشتركة بين البلدين ومشاريع حقيقية على أرض الواقع تخدم الشارع العراقي وتضيف للبلد مشاريع جديدة وتكون فيها فرص عمل للشاب العراقي والإنتاج للسوق العراقي، وسيعلن عنها قريباً، منوهاً إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لمحافظة كربلاء المقدسة ومن خلالها سيتم الاتفاق على خطط العمل في المرحلة المقبلة، سواء على مستوى رجال الأعمال أو على مستوى عشائري أو أي مجال آخر.